بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور عمر الجيلاني الأمين حماد، وسوف إن شاء الله أدرس مقرر ومنهج مقاصد الشريعة. حقيقة المقرر بسيط وسهل وميسر إن شاء الله، وهو مقسم إلى ثلاثة وحدات. المفهوم، الوحدة الأولى تشتمل على المفهوم والأهمية وحكمة التشريع، بينما الوحدة الثانية تشتمل على مراتب المقاصد ومكملاتها وكيف حافظ الشرع عليها. أما الوحدة الثالثة فتشتمل على ضوابط التكليف لتحقيق المقاصد ومقاصد المكلف. وكما ذكرت لكم فإن المقرر بسيط وميسر بإذن المولى عز وجل، فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق. فالوحدة الأولى كما ذكرت لكم هي المفهوم والأهمية وحكمة التشريع. تعريف المقاصد، ونعرفها أولا في اللغة. فالمقاصد جمع مقصد، وهو في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض ونحو الشيء، والقصد والاعتماد، وقصدت قصده نحوت نحوه. ومن معاني القصد في اللغة استقامة الطريق والعدل وعدم الجور وإتيان الشيء. تقول قصدته أي أتيته، وتأتي بمعنى التوسط أيضا في الأمر والكسر. تقول قصدت العود أي كسرته، ويطلق على اللحم اليابس والعنق من الحيوان. ونخلص إلى أن المقاصد هي الاعتزام في اللغة، هي الاعتزام والتوجه واستقامة الطريق والعدل والتوسط وعدم الجور. أما تعرف المقاصد في الإصطلاح، لم أجد من عرف المقاصد من علماء الشريعة الأقدمين، ولكن تناولها المعاصرون. وأهم تعريف تناوله المعاصرون عرفوها بأنها، أي مقاصد الشريعة، هي الغاية منها، أو الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. نتلون الآن أهمية المقاصد. فللمقاصد أهمية كبيرة جدا. فمن ضمن المقاصد أو أهمية المقاصد، إن معرفة المقاصد تبين الإطار العام للشريعة والتصور الكامل للإسلام، وتوضح الصورة الشاملة للتعاليم والأحكام، لتتكون النظرة الكلية الإجمالية للفروع. وبذلك يعرف الإنسان ما يدخل في الشريعة الإسلامية وما يخرج منها، وما يحقق مصالح الناس في الآجل والعاجل وفي الدنيا والآخرة. فهذا شيء مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأيضا معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية نستفيد منها أنها تبين وترمي إلى الأحكام، وتوضح الغايات والأساس من الحكم والأحكام التي وضعها المولى عز وجل، والتي أرسل بها الرسل وأنزلت بها الكتب. وبذا يزداد المؤمن إيمانا إلى إيمانه، وغناعة في وجدانه، ومحبة لشريعته، وتمسكا بمنهجها، وثباتا على صراطها المستقيم، ويفخر برسوله ويعتز بإسلامه. ومن أهمية المقاصد أن مقاصد الشريعة تعين في الدراسة المقارنة بترجيح ما يحقق المقاصد ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع ودفع المضار، كما أنها تساعد على الترجيح عند تعارض الأدلة الكلية والجزئية والأحكام، وتؤكد التعارض الظاهر بين الأدلة، لأن الإنسان يتبع أو يرجع إلى روح الشريعة أو المصلحة المرسلة أو إلى الأدلة الأخرى، ويتبين له ما تربي إليه الشريعة الغراء. وأيضا من أهمية مقاصد الشريعة أنها تبرز أهداف الدعوة الإسلامية التي ترمي إلى تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وذلك حيث أنها ترشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق السعادة في الدنيا والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وتبين أن مهمة الأنبياء والرسل كانت تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الإسلام دائما وأبدا يدعو إلى الصلاح والإصلاح، وكذلك يحرص الدعاء والمصلحون إلى ارتفاع رسل الدعوة إلى التزام الشرع الحنيف لتحقيق سعادة الإنسان ولمنع الاعتداء على حقوقه وتجاوزه. وأيضا من أهمية المقاصد
أنها تنير الطريق في معرفة الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من أدلتها الأصلية والفرعية المنصوص عليها، وتعين الباحث والمجتهد والفقيه في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع، كما ترشد إلى الصواب في تحديد مدلولات الألفاظ الشرعية ومعانيها، وتعين المقصود منها وتبينه. ثم إن المجتهد الذي يفقد النص عندما يرجع إلى الغايات وإلى المقصد الشريعة فيصل إلى ما يصب إليه من اجتهاد في مسألة معينة أو واقعة معينة، وذلك عن طريق المقاصد لأنها تدل إلى الغاية الأصلية والحكمة من حكم الشيء المعين أو النص المعين الذي يدل عليه، وبالتالي هي تنير له الطريق وتصحح له المسار وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل والصواب، وذلك برجوعه إلى الوقائع التي لا نص فيها، حيث يستند إلى القياس وإلى المصلحة المرسلة إلى غير ذلك من الأدلة. حكمة التشريع، فإن أفعال العقلاء ذات الشأن تنزه غالبا عن العبث وما لا قصد له، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فمن باب أولى أن تنزه أحكام المولى عز وجل، حيث أنه أحكم الحاكمين الذي أحاط بكل شيء علما، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقد أنزل شرعه المطهر ليخرج به الخلق من الظلمات إلى النور. إذن يتبين لنا من هنا أن كل حكم أنزله المولى عز وجل فهو لحكمة، ولم يكن أنزله عبثا، فتعالى المولى عز وجل وتعالت أحكامه عن العبث قال سبحانه تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال المولى عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال المولى عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه الآيات وغيرها تبين لنا أن الشرع الحنيف وما جاءت به من أحكام كلها نزلت لحكمة معينة، وحيث يعني يبعد هذا الكلام أو بهذا الكلام نبعد العبث عن الأحكام الشرعية التي أنزلها المولى عز وجل، وهذه الحكم فيها فائدة للبشر، إما جلبت له المصلحة إما درعت عنه المفسدة. فنصوص الشريعة الإسلامية متضافرة الدلالة على أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفاظ نظام العيش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين بها وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح العقل وفي العمل وإصلاح الأرض واستنباتها لخيراتها وتدبير المنافع للجميع. أيضا المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدام الصلاح بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه وصلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. وبذلك يتضح لنا أن الشرع الحكيم دائما أبدا يدعو إلى صلاح الأمة وصلاح البشر، ويدعو دائما إلى جلب الخير ودفع المضر عن البشر. والعقل يشهد بما دل عليه الشرع، إذ ما من صاحب عقل سوي وفطرة سليمة يبلغه الشرع المطهر إلا ويقطع بأن أحكامه جاءت حاوية لجميع المصالح والخير قاطعة لجميع المفاسد والشر. فالشرائع كلها بخاصة شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في حاضر الأمور وعواقبها. وباستغراء أدلة كثيرة من الآيات والقرآن الكريم نصل إلى أنه ينبغي أن يكون على الإنسان على يقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد، وهي كلها خير بالنسبة للبشرية وكلها عدل ورحمة وإحسان. وإن مقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى أن لا يخلق الخلق ويرسل الرسل وينزل الكتب، بل وينزل الكتب ويجعل الجزاء والثواب والعقاب عبثا. أفحسبتم، قال المولى عز وجل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، كما ظهرت آثار حكمته الباهرة سبحانه وتعالى في علمه المحيط ورحمته الواسعة. فكل هذا وذاك يدلنا على أن الله جل وجلاله لم يخلق الأشياء عبثا، وجعل كل حكم حكمة من تشريعه.
السنة النبوية المطهرة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعت الأحكام الشرعية ولأجلها خلق الله سبحانه وتعالى تلك الأعيان. ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع لسغناها، ولكن يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. إذن تعطيل الحكمة من والغاية المطلوبة من الأحكام يكون لعدم علم الله بها، وهذا محال في حق المولى عز وجل. وتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة من الأحكام وأن الأحكام نزلت ولم يكن لها حكمة من نزولها، هذا يدل على عدم إرادة المولى عز وجل ومشيئته إلى غيره وإيصاله النفع إليه، وهذا مستحيل في عهد أرحم الراحمين، وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع يريد، بل هو فعال لما يريد. وبهذا أريد أن أصل أن الأحكام الشرعية نزلت ولها حكم معينة، وأن الأحكام الشرعية لم تنزل عبثا، إنما لشيء علمه المولى عز وجل وأراده للبشر، وأكيد فيه مصلحة بالنسبة للأمة جمعاء والإنسانية جمعاء. فالآن لا يرضى أي إنسان منا، والإنسان لم يكن ليس مكتملا، إنما يعتريه النقص. لم يكن لأي واحد منا إذا ما قلنا له عملك هذا فيه قصور لاحتج علينا كثيرا، فكيف بأن يكون عمل المولى عز وجل فيه قصور، وكيف أن ينزل الأحكام وليس لها حكمة من نزولها؟ فهذا يعني شيء بعيد على المولى عز وجل، بل أن المولى عز وجل كل ما أنزله من حكم وأحكام لها حكمة يعلمها المولى عز وجل ويستفيد منها البشر وفي مصلحة البشر، فلا خلاف في ذلك. وبذا نصل إلى أن الأحكام الشرعية لم تنزل عبثا، إنما لها أحكام وحكم شرعية يستفيد منها الإنسان إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها.